هنا يا جدعان كبرت كيف والله ما لايقه والله. انا شايف وربنا ما لايقه يا جدعان والله ما لايقه يعني. دراعي بقد كده وانا اصلا قد كده يعني، ما تفهمي يعني الدراع اكبر من جسمي اقسم بالله يا جدعان. المهم يعني المهم انك تدوس لايك تمام وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس يا قلب اخوك، لان انا قايل لكم كل فيديو انا لازم اوريكم العضله كبرت كيف، عشان ان شاء الله لما نبقى بتوع كمال اجسام كده يا جدعان انتوا اللي هتقولوا ده يا ابو عادل ده احنا كنا شايفينك كنت قد علبه السجاير والله العظيم. فالمهم ايه اللي انا رحت فيه ده والله يعني. المهم نرجع بس يا جدعان كده نرجع، عشان لازم ايه لازم افهمكم كل حاجه من الاول كده، واهم حاجه اللايك بتاعك برضو. بص يا صاحبي طبعا تصريح السائح ده فيه لعبه كتيره قوي ولعبه حلوه قوي كمان تمام. فاحنا بقى عشان نجيب اللعبه دي هنعمل ايه، احنا نمشيها مع بعض يا جدعان واحده واحده كده. طبعا بيبقى فيه هنا 2000 طياره كلنا بناخدهم تمام، والتحديات اللي هنا كلنا بنعملها كده احنا ضامنين طيارات خلصانه. دي اول نقطه. تاني نقطه انت بتيجي تفتح هنا، انا عايز اقول لكم برده يا جدعان في خدعه كده بس هي وقتها بصراحه جاي متاخر والله يعني وقتها جاي متاخر. المفروض ان احنا كنا نحوش دول يا جدعان لحد اخر يوم في الايفنت، لان انت اخر يوم في الايفنت انت هتكون يعتبر فاضل لك بتاع 2000 ولا 3 على اللاعب اللي هيكون نازل هنا يا جدعان، وهتقدر تجيبه عادي بسهوله. بس للاسف انا اتغبيت، وانتوا عارفين طبعا ان ابو عادل في اي ايفنت لازم يتغبى، لان انا لو ما اتغبيتش ما بقاش ابو عادل والله العظيم يا جدعان. فاتغبيت يعني وفتحته ما حوشتش البتاع، فخلاص قشطه عادي مش حوار. هنيجي هنا على الاعلام يا جدعان، طبعا في حسبه حلوه كده وجميله انا قعدت امبارح حسبتها وحسبت الطيارات كلها طب احنا هناخدها. فانت بالحسبه بتاعتي اللي انا اقول لك عليها انت تقدر تجيب كامافينجا، بس كامافينجا ده في حاله ايه لو انت مش شاحن كمان تمام. في حاله ايه؟ في حاله ان انت حرفيا ما بتسيبش طياره واحده ولا بتصرف طياره واحده حرفيا والله العظيم. لان كامافينجا انت هتعرف تجيبه ب 132000 تمام، وانت تقريبا هتقدر تجمع، لا انت لازم تكون شاحن بس شاحن يعني حاجات بسيطه، انت هتجمع في حدود 115000 لو انت مش شاحن. فيبقى فاضل لك بتاع 15000 زيهم انت ممكن تشحن ايه وتجيبه عادي كامافينجا. فلو انت مش هتعرف تجيب كامافينجا بالشحن انت ممكن تجيب اي لاعب هنا فيرنر مثلا ممكن تجيبه 97، والواد الار دبليو ده ممكن برضو تجيبه 97 من غير شحن تمام، من غير شحن اللي هو تصريح السائح ده، من غير ما تعرف من غير ما تشحنه عادي. بس ده لو انت في حاله مش هتسيب طياره واحده، لو احنا لو اثرت معانا وصرفنا طيارات ومش هنعرف نجيب دول، احنا ممكن يا جدعان برضو نجيب ال 96 والله العظيم ممكن توصل ل 96 وتجيب فانيلدوم ولا اسمه ما علينا يعني اللي كان بتاع الليفر يا جدعان فانيلدوم ولا هو اسمه كده. المهم ما تركزوش في الاسم، الاساميهم غريبه انا هم يعرفوا ينطقوا محمد مثلا مش هيعرفوا والله. المهم يا جدعان وانما ال 95 ال 95 سهل خالص. فانا عايز اقول لك يا صاحبي انك بالحسبه اللي انا هقولها لك عليها دي انت هتقدر تجيب لحد ال 97 مستريح، ده لو انت مش هتضيع اي حاجه. انما لو انت ضيعت اي حاجه وصرفت اي حاجه فانت اخرك 96 مستريح برضو. انما لو انت بتشحن هتجيب يابا كامافينجا عادي ومرتاح. انما بيتر تشيك بقى هنا ايه، بيتر تشيك لو انت شاحن مش هتعرف تجيبه، لان انت لو شاحن تصريح السائح تصريح النجم شاحن مش عارف ايه لو انت شحنت اللعبه كلها مش هتعرف تجيبه لانها تقف معاك على 5000، انت هتجمع 170000 هيبقى فاضل لك 5000. متخيل فيفا بتعمل فينا يا جدعان؟ تشيك هتبقى واقفه معاك على 5000 فانت هتضطر تجيبهم بقى من هنا تمام، انت هتضطر بقى تشتري من هنا وبعد ما تخلص المقايضه بتاعت ده. موضوع الطيارات هنخش بقى ازاي بقى نجيب الطيارات وكده. طبعا تصريح السفر ده احنا كنا عارفينه، كل اسبوع ايه بيتفتح لك كارت. المباريات الوطنيه طبعا كلنا عارفين برضو المباريات الوطنيه بتاخد منها طيارات تمام، تاخد منها طيارات وتكون استكشاف. في هنا في بتاع بيدي طيارات والله تاكن شوف اهو تمام. فحرفيا انت كده مش هتبقى سبت ولا طياره، ده بالنسبه للايفنت بتاع عطله الصيف. تعالوا بقى نشوف برضو الطيارات هنقدر نجيبها منين برضو، لان انا شفت كومنت كتير ابو عادل انا مش فاهم حاجه ابو عادل طب هنجيب لاعب مين، ابو عادل هيلخص لك كل حاجه دلوقتي قلب اخوك. هنا برضو في طيارات لازم تخلص الميشنات بتاعتك كلها ما تسيبهاش حرفيا حرفيا ما تسيبش ولا ميشن. انت عارف ال 100 طياره دول ممكن تقف معاك يعني. الايفنت اللي فات يا جدعان وقفت معايا على رحيم ستيرلينج ب 400 بوينت 400 بوينت لان انا ما كنتش بعمل ايفنت الميشنات والله العظيم. ده احنا كده خلصنا تصريح الساعه وخلصنا المهام. هنجيب بقى يا جدعان طيارات برضو كتيره منين؟ انا هقول لك منين. هتخش على المقايضه يا قلب اخوك تمام في عطله الصيف. طبعا انت ممكن تقدر تفتح على اللعيبه، فكك من اللعيبه نهائي، دي تضييع وقت وتضييع فلوس حرفيا وتضييع لعيبه تمام. فانت صاحبي دلوقتي مش بص انت فكك خالص من حزمه صيف نخبويه وبتاع لان بص كده تعالوا نخش معانا نشوف.
اللي انت هتاخده. انا كنت بجرب والله العظيم، راح احط لاعب باجمالي 90 عادي، اجمالي 90 تمنه اصلا 400,000 مش حوار. 85 لاعب ب 85، هتلاقي نفسك داخل اصلا في الحسبه في بتاع في مليون ونص، تمام؟ هتلاقي مليون ونص، 2 مليون. عشان تاخد مين بقى يا صاحبي؟ تعالى بص معايا، عشان تاخد 2 لاعبين بلس 80 و6 لعيبه بلس 70، وانت اصلا اللي هيطلعوا لك دول اللي هو 99 جورجينو، لو انت مفكر ان حد هيطلع لك منهم فده تنسى. انا مجرب، تنسى، عشان بس ما تحطش امل. ولا ده نادرا يعني، لو واحد حظه حلو قوي ممكن يجي له، انما انت ممكن يجي لعيبه 70 بقى اللي ب 40,000 و20,000 والكلام ده كله. ففك ده اول حاجه، تضيع وقت. هنخش على المقايضه الثانيه. طبعا في ناس بتنسى حوار المقايضه ده يا جدعان، ودي المفروض انكم ما تنسوهاش. ده اضافه سريعه، احنا ينفع لارسو انه معانا رايد؟ احنا لا ده حوار يا جدعان، لا مش هنحط حد يا عم، مش هنحط حد. تعال نشوف اللعيبه اللي احنا ناخدها. 5 لعيبه بلس 70، 5 لعيبه بلس 70 وبيغروك يا صاحبي باللعيبه دول، تضيع وقت وتضيع فلوس. هنيجي نشوف 15 لاعب بلس 70 يعني تقريبا 300,000، و75 يعني قول 100,000 يعني 400,000، ولاعب 80 يعني الحسبه كلها تخش لها في نص مليون. نص مليون عشان تاخد لعيبه 70 ب 100,000، انت متخيل؟ نص مليون عشان تاخد لعيبه ب 100,000 والله العظيم. هنا اللعيبه اللي انت هتاخدها، واحد لاعب بلس 70، 2 بلس 60، يعني يا ده القرف والله العظيم، والله العظيم قرف يا جدعان، والله قرف. نيجي هنا يا جدعان بيقول لك ايه، طيارتين، بيقول لك هنا 2000 طياره هنعملها مع بعض. هنا بيقول لك 2000 طياره وليك في الاسبوع 2، فانا مخلص واحده في الاسبوع ده، ناقص لي كمان واحده في الاسبوع ده. هنبدل اللعيبه يا جدعان، يا اللعيبه 90 زي ما احنا ما شايفين قدامنا. سعرهم رخيص عشان ما حدش يقول لي ابو عادل ده لعيبه 90، سعرهم رخيص يا صاحبي والله العظيم بامان. هنعمل مقايضه يا صاحبي، بص كده، بص هنيجي نشوف معانا 2000 طياره على الهادي يا زبادي والله العظيم يا جدعان. بص لو خدتوا بالكم هنا انا مخلص الحاجات دي، 50 قطعه توكن، 150 قطعه انا مخلصهم، لان الحاجات دي ما ينفعش تتساب يا جدعان، والله العظيم ما ينفعش نهائي تتساب، وخصوصا الطيارات. هنيجي بقى عند 50 قطعه توكن الاستكشاف، هنيجي نشوف دي حاجات بتتعمل ايزي خالص. لاعب بلس 86، لاعب بلس 86 ده بيتجاب اصلا ب 200,000، تمام؟ 200,000 هتعرف تخلص هتاخد 50 توكن، 50 توكن بقى ايه؟ مرتين يعني 100 توكن. هتيجي هنا عند ال 25 بيقول لك 10 لعيبه بلس 60، انت مستوعب بلس 60 يعني 50,000، ب 50,000 يا جدعان وتاخد 75 توكن. فانت دي حاجه ما ينفعش تتنسى يا جدعان، انا عارف ان معظمكم بينسى الحاجات دي، بس الحاجات دي حرفيا ما ينفعش تتنسي والله العظيم. انا بسببهم جمعت اللي انا اوريهم لكم دول والله العظيم. تعالوا كده نشوف، نخش عطله الصيف وبرده الطيارات يا جدعان، تعالوا برده نشوف الطيارات. هنخش على الاعلام، الشتاء على استكشاف الصيف بالغلط، هنخش على الاعلام يا جدعان. بص انا معايا كام طياره؟ معايا 22 طياره. لو كنا حسبنا هل هنقدر نجيب اللاعب 95 بسهوله دلوقتي؟ يعني هنا 3000 ونص، تمام؟ 3000 ونص و15000 15000 لا 3000 ونص 4 ونص، يعني قول 20,000. يعني احنا دلوقتي بال 22,000 اللي معايا يا جدعان واقفين لحد هنا، هيبقى فاضل الثلاثة دول واضمن لاعب 95 من قبل اصلا الايفنت ما يخلص، يعني من قبل ما يعدي اسبوع اصلا على الايفنت. انت واصله لك الفكره؟ فا اكيد في ناس معاها طيارات اكتر من، لان انا مش برضو اللي هو فاهمين، مش ما بعملش المشانات يوميا برضو، ساعات بكسل اعمل حاجه برضو، حته ايه محدش ينساها يا جدعان. هنيجي هنا نخش بقى يا جدعان على المرحله دي. طب المرحله دي لو انت مش فاهمها انت صدقني مش هتعدي اصلا مرحله الثلاثه، انت اخرك مرحله اتنين بكتير قوي. المرحله واحد لازم تقفل اللعيبه اللي فيها صاحبي، يعني انا فاضل لي ثلاث لعيبه واقفل اللعيبه اللي فيها دي وانط بقى ايه، انط على اللعيبه المرحله الثانيه. فانا مش عارف كل شويه بيكرروا اللعيبه، يعني بص كده لو طلع لي لاعب 99 انا اقسم بالله كسر الدنيا. بص معايا، بص معايا اللي هيطلع، اتفرج شايف 65 جامد، اول 65 جامد، لاعب بلس 80 حلو، نعمل له مقايضه يا جدعان. نخش كمان واحد، بص انا عايز بس يطلع لي لاعب كده، انا عايز اوريهم لكم، بس عايز اوريكم اللعيبه والله العظيم. اتفرج معانا شوف مين اللي هيطلع لنا. انجلترا، المانيا، بس عرفته خلاص ب 200,000 ولا 400,000 تقريبا، 200,000 ولا 400,000، ما هو 200,000 يا جدعان، بس خلاص عرفته، طلع لي 6,000 مره. يلا يا جدعان، ايه ده ما طلعليش ولا مره؟ يبقى كان في واحد يا جدعان نفس الاسلوب بتاعه ده،
نفس العالم والاس تي برضو بتاع فاهم. لا بس حلو حلو. احنا دلوقتي يا جدعان كسبنا اللعيبه دي تمام. اقول لك تعمل بهم ايه؟ طبعا لاعب ب 180,000 انت مش هتبيعه، ما تبيعوش، انا بقولها لك اهوت ما تبيعوش، انت مش هتستفاد منه حاجه. انت هتيجي عند هنا البتاعه دي لاعب 86، حط يابا اللاعب 86 مقايضه، مقايضه 50 قطعه توكن يا صاحبي ببلاش اهو. وتذكار بقى صح يا جدعان، تذكار سر ده انا كنت عايز اسالكم، بس انا معايا 10 منه وانا ما اعرفش بيتعمل بايه بصراحه، فلو انتوا تعرفوا قولوا لي تحت في الكومنتات يا جدعان بيتعمل بايه. فبس كده يا جدعان، دي تكون الطريقه ودي تكون خلاصه الموضوع، اللي انت هتعرف تجيب منه طيارات وهتعرف تجيب منه قطع توكن وهتعرف، والحزب برضو اللي انا حسبتهم لكم ان انت تعرفوا تجيبوا اللعيبه ولا مش هتعرفوا تجيبوها، فما تقلقوش من اي حاجه، تعرفوا تجيبوا اللعيبه. وشوف العضله كبرت كيف، استنى اوريها لكم، بس تعالى شوف العضله كبرت كيف يا اسطى، شوف الله يا حوار والله العظيم. واصح يا جدعان نسيت اقول لكم على حاجه، لو انت شاحن تصريح النجم او مش شاحنه فهنا برضو بيديك قطع توكن برضو يا جدعان، تقدر تفتح بيها عادي اهوت زي ما احنا ما شايفين قطع توكن، يعني ما تقلقش ما تشيلش هم خالص والله العظيم. لا لو ده لو انت مش شاحن، اما لو انت شاحن برضو هيديك قطع توكن والله العظيم، فما تشيلش هم خالص يا قلب اخوك. ونيجي برضو على حاجه تانية بقى، ان بقول لكم على اللي شاحن تصريح السائح هيقدر يجيب كامافينجا مستريح. ليه؟ لان احنا لو خدنا بالنا يا جدعان 3000 في 3000 في 1000 ونص في 1000 ونص، يعني الشويه دول بس لوحدهم كده 10000، 10000 طياره تمام، 17000 طياره تمام، 17000 30000 طياره 40000 طياره 60000 طياره 68000 طياره يا جدعان هتاخدهم من تصريح السائح. ولو انت مش شاحن زي حالتي كان معايا 20000، يعني 80000 تمام، 80000 ولسه الايفنت اصلا فاضل له حاجه و30 يوم، فانت هتضمن كامافينجا يا صاحبي. فهمت بقى جات لك الحسبه؟ فهمت الحوار ماشي ازاي؟ فاعتقد كده ان مفيش حد لخص لكم الدنيا بالبساطه والسهوله دي قد والله العظيم يا صاحبي. فمبروك عليك انك هتاخد كامافينجا لو انت شاحن تصريح السائح، انا كده خلصت لك اهوت. لو انت بتفكر تشحنه او خايف انك ممكن ما تجيبش اللعب، لا انت هتجيبه ما تقلقش. وبس كده يكون الموضوع خلص معانا، ما تنساش يا قلب اخوك لايك وشير، ونشوفك في فيديو جديد حبيب قلب اخواتي، بيس اوت.